التوفيق أيضا يا منى. بالتأكيد إحنا يعني معروف إنه ربنا يرفع الوباء والبلاء من كل العالم، من كل السودان، من كل أهل السودان، ودائما بنقول إحنا في توعية مستمرة، والتوعية في حياتنا بقت عبارة عن سلوك، فلا بد من المحافظة، التباعد الجسدي، التباعد المكاني، التعقيم، لبس الكمامة، التفاصيل المفروض يعيشها الإنسان بصورة طبيعية بقت راتبة في حياته رغم إنه ما متعود عليها. وطبعا إحنا في سودانيتنا متعودين على التغارب ده، على المطايب، وتفاصيل كثيره بتكون في حياتنا، لكن حنكسب الرهان ان شاء الله. ان شاء الله عادي تجي تسلم على زول يقول لك ما بيسلم علي ليه يعني، انت شايف علي شنو؟ ممكن يزعل يعني، ممكن يزعل منك، ممكن زي ما بقول الشباب كده يشيلك كده معاك يعني، يقول لك الزول ده بيجي مفتري كده زاد بيجي ما بيسلم. لكن الناس كلها تعي انه الحاجه دي هي مصلحتنا كلنا يعني، نحن بنعمل كده عشاني وعشانك انت، لمصلحه الكل. و زي ما قلنا في النهايه الهم هو الصحه للجميع، عشان كده دي دريه كبيره جدا من الوعي. اعمل حسابك لمصلحتك انت ولمصلحه كل الناس اللي انت بتحبهم. ده في البدايه الحاجات اللي ممكن تكون ما ظاهره للناس كلهم، اختلاف الناس في عاداتهم وفي ثقافاتهم في البيت، طريقه تناول الوجبات، طريقه حتى النظافه على المستوى الشخصي، في تفاصيل كثيره بيعيشها الانسان بتختلف من شخص لاخر. صراحه النظافه مع الغبار صعبه. احنا حنجيب في النظافه والاهتمام ايضا بالصحه من خلال يعني التغذيه السليمه، وحنستضيف عبر الهاتف متابعينا الكرام عبر صباح الشروق ابتهال بابكر اختصاصي التغذيه، بنقول لك صباح الخير وصباحك صحه. اهلا، صباح النور عليكم وعلى كل المشاهدين اللي بيتابعوكم في كل مكان، وان شاء الله يا رب دائما بصحه وعافيه. تحيه لك. تحيه لك. هنبدا يا حسام في البدايه بشكل عام في التغذيه في الايامات دي، انت ممكن تجهز يعني حاجه مهمه كده نقدمها للمشاهد انا وانت من خلال الدكتوره او من خلال اختصاصي. اوكي، هل سمعانا ومعنا؟ ايوه معاكم. اكيد. بنتكلم زي ما اشارت منى عن التغذيه بصوره عامه، ونحن فتحنا اهميه التغذيه بصوره عامه للانسان حتى اذا ما كان في وباء. موضوع انه الانسان يتغذى على اساس سليم، على اسس سليمه، على اسس علميه. منى اشارت لانه في نحن في السودان بناكل حسب عاداتنا، حسب تقاليدنا، على حسب الحاجه مثلا اللي بنحبها، لكن برضه نكون منتبهين انه والله في عناصر غذائيه معينه المفروض الوجبات تكون بطريقه معينه، دي نحن بنشوفها فلهمه كده. نعم، هي طبعا زي ما قلت لفتره طويله كده ده الناس بيفتكروا انه قصه التغذيه دي قصه فلسفه كده ده وما حاجه اساسيه، لكن احنا بنقول دائما التغذيه السليمه لازم تكون صحيه، لازم تكون هي تغذيه سليمه متوازنه بتحتوي على جميع العناصر الغذائيه المهمه لجسم الانسان عشان يقدر يقوم بالادوار الحيويه بتاعته ويقدر يعني يساعد على النمو ومواجهه الامراض وكده ده. فلازم تحتوي الوجبات الغذائيه بتاعته على كل العناصر اللي بيحتاجها الجسم بمقدار معين لكل نوع من انواع العناصر الغذائيه. نعم، استاذ ابتهال، احنا في ظل هذه الجائحه كورونا يعني احنا لو لاحظت احنا ترتيب يومنا اختلف، ايقاعنا في الحياه بقى سريع، يعني حتى هنا احنا وجباتنا الفطور بقى ما في نفس يعني التوقيت بتاعه الزمان، وبرضه وجبه الغداء برضه بقت متاخره شديد، احنا محتاجين ان نعمل اعاده ترتيب لترتيب الوجبات في اليوم وادخال فيتامين سي بصوره ايجابيه لمجابهه هذا الوباء. فانت بتنصح الناس بشنو في خصوصا الناس اللي بياخروا الفطور وبياخروا الغداء، وفي ناس ممكن يفطروا متاخرين ويستغنوا عن بقيه الوجبات. هي فعلا والله انا بقول دائما انه اذا كانت دائما عاداتنا الغذائيه ومحافظين على الوجبات الغذائيه في مواعيدها وبكميات المحدده وبكل النوعيات الموجوده حتى ما بنحتاج ندخل فيتامين سي بصوره ايجابيه، لانه بالنية حيكون في الوجبات الغذائيه الصحيه في خلال اليوم سواء كان في الفطور في الغداء في العشاء. لكن زي ما قلت مع الحركه بتاعت او العادات الغذائيه اللي احنا موجوده حاليا او مع الجائحه بتاعت كورونا، فبنحتاج نركز في فيتامين سي طبعا لتقويه الجهاز المناعي، ودي اكثر حاجه احنا الناس المفروض تركز فيها في الفتره دي. مبدئيا كده بيقول انه لو انتظمنا في الوجبات الغذائيه بتاعتنا دي قاعده اساسيه بشكل شديد بتغني عن كثير يعني من الامراض والنقص في العناصر الغذائيه اللي في الكلام. انت لما تدخل وجبه اكيد حطيت كميه من العناصر الغذائيه اللي انت بتحتاجها خلال اليوم. صحيح.
فلازم تحافظ على عدد الوجبات الغذائيه، وبرضه اركز في التنوع في كل وجبه غذائيه حيكون شكله عامل كيف. فخلال اليوم بكون عارفه انه انا تناولت الاربع عناصر الغذائيه بتاعتي اللي هي البروتينات، الفيتامينات، الكربوهيدرات، حتى الدهون في نسبه معينه، دي كلها حاجات انا المفروض اكون مريت عليها خلال اليوم عشان اطمع كل التركيز بتاع كل عنصر غذائي بما فيهم فيتامين سي. كل الفيتامينات بتساعد على تقويه جهاز المناعه اللي احنا مركزين فيه في الفتره دي تحديدا. جميل. طيب الناس برضه تكون منتبهه، لان وين فيتامين سي بالضبط ممكن يحصلوا عليه؟ يعني في حاجات معروفه لكل الناس، لكن احنا دائما ما بنحب نذكر ونرجع انه فيتامين سي ممكن يكون موجود في حاجات كثيره جدا بدل الهجمه الغير طبيعيه. الناس يعني كملت الفيتامين باشكاله المختلفه، اذا كان فواره وما الى ذلك، يعني في الصيدليات في هجمه شرسه شويه. فخلينا نتكلم في النقطه دي تحديدا. نعم، هي فعلا صح، الناس ابتدت في الفترة الأخيرة دي توجهت للفيتامين سي الصناعي أو المركب بين الفوارات والأدوية الصيدلانية، لكن أنا بقول لهم إذا ركزتوا في الغذاء في حاجات معينة ممكن تضيفوا، حتى إحنا حوجة ساعتنا بتاعت فيتامين سي في اليوم ما حوجة كبيرة دي إذا أنا انتظمت أخذتها من عناصر غذائية طبيعية. يعني مثلا زي ما قلت، يعني الله انعم علينا بكثير من العناصر الغذائيه اللي هي نسميها بدائل غذائيه، اذا ما جيتها هنا حتلقاها هنا بالتاكيد، اذا ما دام ما متوفر لك حتلقاها في حاجه ثانيه. يمكن بس بتركيز مختلفه من عنصر غذائي للثاني. الفيتامينات عموما بتتركز في الفواكه والخضروات بصوره عامه، يعني المزروعات دي بصوره عامه. احنا بالنسبه لنا اكثر حاجه اول حاجه المعروفه للناس اكثر حاجه بقول لك البرتقال والليمون، دي كلها فعلا مكونات غذائية غنية بالفيتامين سي، دي الحاجة المعروفة لدى الكل. في حاجات ثانية حتى يكاد يكون التركيز بتاع فيتامين سي الموجود فيها أكثر من التركيز الموجود في البرتقال وفي الليمون، زي مثلا الفلفلية الخضراء. الفلفلية الخضراء العادية دي تركيز الفيتامين سي اللي فيها أكبر من تركيز الفيتامين سي الموجود في البرتقال، دي طبعا معلومة أكثر الناس ما عارفينها، وتركيزه دائما على البرتقال بصورة أكثر. ثاني حاجه من الجوافه فيها نسبه من فيتامين سي مقدره. عندنا التبلدي ده مشروب سوداني متوفر فيه اضعاف الفيتامين سي، فيه اضعاف يعني في من الاشياء الاخرى، فيه تركيز بتاع فيتامين سي ممتاز جدا، وافتكر حاجه سودانيه معروفه لدى الكل. الموضوع بس ما ليمون وبرتقال. ايوه ما بس ليمون وبرتقال، الناس تركيز يمكن دي حاجه المعروفه، لكن زي ما قلت لك ربنا سبحانه وتعالى ادانا بدائل غذائيه كثيره، ممكن الحاجه اللي ما متوفره لي بلقاها في الحاجه الثانيه بالتاكيد. فكثير من الفواكه والخضروات فيها عموما الفواكه بصوره عامه فيها فيتامين سي بنسب مختلفه، لكن هي الحاجه الواضحه فيها او النسبه فيها بتكون عاليه التركيز البرتقال والليمون، كمان الفلفليه الخضراء، عندنا الجوافة زي ما قلنا، دي كلها متوفر فيها فيتامين سي، إضافة لعصير التبلدي اللي أنا بنصح به بصورة ممتازة جدا، في فوائد غذائية كبيرة جدا للإنسان. في صورة معانا كانت يا منى يمكن رخيصة شوية الفلفلية. صحيح. لو رجعنا لها الاستعاضة ثاني. الاستعاضة يعني طبعا أزعل البرتقال، وفي يعني الليمون ذاته غالي برضه. لكن احنا شايفين برضه في الفلفلية، وما في ثقافة انه في للناس انه يتناولوا الفلفلية في البيت، يعني في ناس بيقول لك ممكن تكون حارة ممكن تكون كده، لكن أنا بفتكر انها هي مفيدة جدا. لا مفيدة جدا حقيقة، بس زي ما قلت لك كمان المعلومة الغايبة انه التركيز الفيتامين سي فيها عالي جدا. فدي معلومة يعني الناس لو ركزت فيها افتكر ممكن يكون سعرها نوعا ما في فترات كثيرة من فصول السنة ممكن يكون سعرها نوعا ما يعني مهاود، يعني في حالة ارتفاع سعر المواد الثانية يعني. صحيح جميل. طيب احنا برضو يعني استاذ ابتهال خلينا نجيب في يعني الفيتامينز موجودة في الحياة الطبيعية في الخضروات وفي الفواكه، ممكن تكون في الالبان، ممكن تكون في حاجاتنا الطبيعيه الحبابة يا ربنا زي البنجليز زي الكركديه زي العرديه، يعني المشروبات الجميله السودانيه الاصيله. خلينا نجيب عن الفيتامينز الاخرى برضه ممكن كيف تساهم مع فيتامين سي في انه الانسان يكون عنده مناعه قويه. والله شوف احنا زي ما بنقول دائما عشان تشكل جهاز مناعي قوي متماسك يقدر يجابه الامراض، ما هو بيساعد في تكوين الجهاز الدفاعي الاول في الانسان اللي هو المناعه. حتى هسه خلال جائحه كورونا دي دائما بيقولوا انه الاعراض الاقل دائما بتكون للناس الجهاز المناعي كويس، اللي هم
بيكون تغذيتهم كانت سليمه لفترات طويله، ودائما الناس يعني اكثر خطوره في التعرض للمرض اللي بيكون جهازنا المناعي اقل لاسباب كثيره، ممكن مصابين باحد الامراض او هم اساسا تغذيتهم كانت ما سليمه عشان كذا الجهاز المناعي بتاعهم بيكون ضعيف. فهو جميع الفيتامينات مع بعض بتشكل الجهاز الدفاعي والجهاز المناعي للانسان. عشان كده كل ما اكثرنا من التنوع في الخضروات والفواكه كده حنكون غطينا اكبر قدر من الفيتامينات حتساعدنا في تكوين هذا الجهاز المناعي، جهاز مناعي قوي قادر على مجابهه الامراض. وكل ما ركزنا في الحاجه الطبيعيه دائما احسن من الحاجه الصناعيه. يعني الحاجه الطبيعيه دي متوفره، اول حاجه ممكن تكون متوفر لك في كم من عنصر غذائي اذا ما لقيت تحت لاقي ده، دي حاجه متوفره طول الوقت بالنسبه لك. ودائما الحاجه الطبيعيه مهما يكون احسن من الحاجه الصناعيه. وكل العناصر الغذائيه طبعا كل الفيتامينات، كل فيتامين عنده دور معين عشان يكون الجهاز المناعي. عندنا فيتامينات كثيره، فيتامين سي، فيتامين د، وكل انواع الفيتامينات الزائده في الدهون الزائده في الماء، كلها فيتامينات محتاجه لجسم الانسان عشان يقدر يقوم بمهامه بصوره كامله. جميل. طيب يا ريت لو نتجول ونتكلم في تجوال عن حاجه الجسم لفيتامين سي في مراحل مختلفه، لفيتامين سي تحديدا، ونشوف اذا نقص فيتامين سي في جسم الانسان شنو المشاكل اللي ممكن يسببها لنا، وفي حاجه مختلفه برضو اذا زدنا منه اذا كان طبيعي او غير طبيعي، يعني حصلنا عليه عبر المعادله والعناصر الصناعيه، الاكثار منه برضو ممكن يسبب لنا حاجه غير مفيده للجسم، الاكثار ممكن يكون ضار. نعم، هي طبعا بالنسبه للعناصر الغذائيه الطبيعيه ما يعني دائما التركيز فيها ما بتكون حاجه كثيره، يعني حتى مهما اكلت من العناصر الغذائيه دي ما بتكون مشكله في زياده غلان، حتى بنسب بسيطه جدا الفيتامين سي حتى مهما زادت ما حتعمل اي مشاكل صحيه. بالنسبه للوصفات الصناعيه بيفتكر بيجاوبونا فيها ناس الاطباء او الصيادله في نسبه التركيز ذاته في المكونات الدوائيه بتاعت فيتامين سي. فاحنا في القيمه الغذائيه احنا خلال اليوم ما بنحتاج الا لحاجه بسيطه جدا، ودي يعني مثلا اذا تخيلنا يعني انا كم جرام في اليوم بحتاج من فيتامين سي بالنسبه لي. فدي ممكن القاها لو اخذت برتقانه، برتقانتين، ثلاثه، لحد اللي هي ممكن تكون كوبايه عصير، الفلفليه اللي حتكون في السلطه، لو شربت معاها كوبايه بنجلس، دي كلها على بعضها حتكون وزن الرينج الطبيعي، يعني حتى الكونسنتريشن بتاعها لما يصير تاخذها بصوره مثلا مركزه كده ده من غير حاجات من غير مكونات ثانيه، يعني حتاخذها وزن مكونات ثانيه. فلو جيت اخذت حاصل التركيز خلال اليوم كله بكل المكونات انا اخذتها ما حتكون كميه كبيره ضاره بالجسم، حتكون غير ضاره بالجسم يعني ما فيها اي مشكله. نعم. بالنسبه لفيتامين سي زي ما قلنا هو في كل المراحل العمريه مهم شديد، بيساعد له على تقويه جهاز المناعه، كمان عنده فوائد ثانيه منها مثلا بيساعد على امتصاص الحديد، يعني هو مساعد في نفسه وبيساعد للاستفاده من عناصر ثانيه، يعني دائما الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الدم بيقول لهم اي ماده غذائيه تتناولها فيها عنصر الحديد حاول بعديها طوالي اتناول عصير البرتقال او ليمون لانه فيه فيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. نعم يعني في حال مع الاحتفاظ والاحتبار لكبار السن وللاطفال في تناول الفيتامينز عموما اذا كان فيتامين سي او الفيتامينات الاخرى، احنا بنعرف انه دائما فيتامين سي اذا كان طبيعي ما يعني شائع انه ما فيه مشكله، لكن اذا كان مثلا هو يعني فوار برضه ما فيه مشكله لانه ممكن يطلع عن طريق العرق، لكن بيبقى الفيتامينات الاخرى ممكن تكون فيها دهون، دي لابد من استشاره الطبيب. احنا سعيدنا جدا بهذه المساحه وبهذه الكبسوله الصباحيه الغذائيه، ربنا يديك العافيه والصحه كل اللي تابعونا. شكرا لك. شكرا.